ثم سار إلى أنطاكية وصالحه أهلها على الجلاء لمن أراد وعلى الجزية لمن بقي. وكانت أنطاكية هذه من أعظم ثغور الروم، فأمر عمر بن الخطاب أبا عبيدة أن يرتب جماعة من المسلمين يرابطون فيها. ثم سار إلى معرة ففتحها صلحا، معرة الأخرى هذه. ثم سار إلى قورس وهي منطقة بنواحي حلب خراب اليوم، ففتحها، وبدأت الفتوح الإسلامية في هذه المناطق إلى أن سيطر المسلمون على معظم هذه المناطق. ثم عاد أبو عبيدة إلى فلسطين وحرك الجيوش الإسلامية في تلك المناطق. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه هو القائد لفلسطين والأردن، وكان مقيما في ذلك الوقت في الأردن، وبلغه تجمع عظيم للروم يجري في أرض فلسطين، وبالذات في ثلاثة أماكن: في الفالوجة حيث كان فيها أعظم قواد الروم بعد فرار هرقل وهو الأرطبون، وعنده كانت معظم قوات الروم التي فرت، وكذلك في بيت المقدس شرفه الله وطهره من يد يهود، والتجمع الثالث كان في الرملة، بالإضافة طبعا إلى قوات كثيرة متفرقة لأن أعداد الروم كانت هائلة. والذين خرجوا مع هرقل هربوا من الشام هم جزء فقط من الجيش، أما معظم الجيش ما زال متفرق في أرض الشام. ومعظم هذه المناطق خضعت للمسلمين صلحا. فعمر عبر إلى فلسطين وبدأ يرسل القوات تارة إلى الرملة وتارة إلى بيت المقدس ليشغلوا الروم في تلك الجهات، خوفا من أن تنضم كل هذه القوات إلى الأرطبون وعندها لا يمكن أن يواجه هذا الجيش الضخم. لكن الأرطبون استطاع أن يجمع قواته في أجنادين. أجنادين معركة تاريخية عظيمة من معارك المسلمين، وهذا الأرطبون كان داهية عظيم من دهاة الروم. فعمر بن الخطاب لما وصلته الأخبار عن دهاء هذا الأرطبون قال: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، عندنا داهية. هو عمرو بن العاص يواجهه، وفعلا بدأت المواجهة بين داهيتي. الداهية هو الشخص المفرط في الذكاء، ذكاء غير عادي، هكذا كان الأرطبون. وتجمعت قوات الروم ومن والاهم من أهل فلسطين في أجنادين في غور الأردن، وتحرك نحوهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فتحصنوا في منطقة أجنادين، وبدأت المراسلات بين الطرفين والضغط من المسلمين على الروم، وبدأت الرسل بين الطرفين، لكن لم يشفي أحدها غليل الآخر. فعمرو بن العاص يريد طريقة يهزم بها الروم، ويريد أن يعرف الموطن الضعيف في الروم، لكن كل الرسل ما هي قادرة تأتي بالأخبار التي يريدها، ما في خبر جيد. فقرر قرار عجيب، قرر أن يذهب بنفسه ليستكشف الخبر. قائد الجيش يذهب يستكشف بنفسه. فأرسل إلى الأرطبون: أني أريد أن أرسل لك رسول. فقال: نعم. فتزيى عمرو بن العاص بزي رسول من عمرو بن العاص كأنه رسول نفسه، وخرج وذهب إلى الأرطبون، وبدأ يحاور الأرطبون، وبدأ يعني يلتف عليه بالحديث، وبدأ يعني يقيم عليه الحجج ويخوفه ويحذره ويعني يثبطه، وبدأ يلعب فيه لعب بالكلام شيء عجيب. الأرطبون ما هم صدق هذا الذي أمامه، كل الرسل شيء، اللي كل الذين أتوه على مستوى، وهذا الرسول الذي جاء على مستوى آخر. فبدأ يفكر، قال: والله ما هذا إلا عمرو بن العاص بنفسه أو واحد من أكبر قادته، ما يمكن أن يكون هذا الإنسان إنسان عادي. طبعا سبحان الله، الإنسان المتميز يبين من خلال دقائق في الحوار معاه يبين، فما بالكم بهذا الداهية كيف استطاع أن يميز. قال: هذا هو عمرو بنفسه، ما يمكن أن يكون واحد ثاني، أو إذا ما هو عمرو
واحد من أكبر قادة عمرو، ما هو رسول عادي. فلما أراد عمرو الرجوع، طبعا كان يراقب ينتبه، عرف أين مواطن ضعف الجيش، أين مواطن ضعف الحصون، يعرف من القضايا العسكرية ما لا يعرفه هؤلاء الرسل الذين كان يرسلهم، فاطمأن اكتفى فأراد الرجوع. فأذن له الأرطبون، فقال الأرطبون في نفسه: ما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. أعظم شيء أقدر أعمله يحدث خلل في هؤلاء المسلمين هو قتل هذا الرجل، إذا ما هو عمرو فهو واحد من أعظم قادتهم. شوف الاستنتاج العجيب. فأرسل إلى الحارس اللي عند الباب، قال له: اذهب فقم في مكاني كذا وكذا، يعني أول ما يطلع، حتى لا يقولون قتلنا رسول، نقتل خارج المدينة، فإذا مر بك فاقتله، لأن الرسل لا تقتل، لكن إذا قتل خارج الحصون يقال نحن ما قتلنا، هذا قتل خارج الحصون. فعمر بن العاص وهو خارج يراقب الأوضاع شعر أن في تحركات غير عادية. شوفوا أيضا دهاء عمر بن العاص رضي الله عنه، وفورا استنتج أنه هو المقصود بها وأنه سيقتل. الآن كيف يستطيع عمر بن العاص أن يخرج من مدينة محصنة فيها عشرات الألوف وهو وحده وهم يريدون قتله؟ تخيل نفسك الآن في هذا الموقف، أنت في داخل مدينة محصنة، قائد المدينة أمر بقتلك وليس معك أحد، لوحدك، كيف تستطيع أن تخرج؟ كيف استطاع عمرو بن العاص أن يخرج؟ شيء عجيب، لأنه انتبه أن الأرطبون ينوي قتله، فورا رجع إلى الأرطبون وقال شيئا عجيبا، قال: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، تحاورنا أنا وياك تحاورنا، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي، يعني مع أبي عبيدة، يعني أنا واحد من عشرة على مستوى الشام كلها، أنا واحد من عشرة هم المستشارين عند أبي عبيدة، نحن الذين نقود كل الشام. ففعلا الآن أرطبون قال: والله صدق ظني، أنا قلت هذا واحد من كبارهم. ثم قال عمر: وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت، اسمح لي مثل ما كلمتني كلام واسمعتني هذا الكلام، اسمح لي أن آتي بجماعتي العشرة أن يسمعوا منك كذلك. فقال الأرطبون: نعم، اذهب فأتني بهم. فخرج عمرو بن العاص الآن، الأرطبون طمع أنه بدل ما يقتل واحد سيقتل عشرة من كبار المسلمين، ذهب عمرو بن العاص ورجع إلى جيشه وأرسل إليه، قال: لقد عرفتني وعرفتك، ما آتيك بالعشرة لأنك غادر تريد أن تقتلنا. فتعجب الأرطبون من قدرة عمرو بن العاص أن يعرف ما في نفسه من نية قتله وما في نفسه من نية قتل العشرة، وهو لم يصرح بشيء. فقال الأرطبون: خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب. فقال عمر بن الخطاب لما وصلته هذه الأخبار: لله در عمرو، من يستطيع أن يخرج من مدينة كاملة وحده وهو قد صدرت الأوامر بقتله إلا داهية مثل عمرو بن العاص، ذلك النجم العظيم من نجوم القتال الإسلامي. لما رأى الطرفان هذا الأمر عزم على القتال، وبدأ القتال العظيم بعد الحصار الشديد. وكان عمرو قد استكشف المدينة وعرف ما فيها من ضعف، وعرف الجيش وما فيه من ضعف، وفعلا لما حدث القتال استطاع عمرو بن العاص أن يهجم من مواطن الضعف، وكسر الروم في معركة أجنادين العظيمة التي توازي في قتالها ما حدث في اليرموك، وفتحت أجنادين ودخل المسلمون أجنادين، وفر الأرطبون نحو إيلياء، القدس الشريفة تسمى في ذلك الوقت إيلياء وتسمى بيت المقدس، وتجمعت قوات الروم ومن والاهم من أهل البلاد في إيلياء، وتقدم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى حاصر إيلياء، ولقي المسلمون عنادا شديدا من الروم، وأمر أبو عبيدة
أن تجتمع الجيوش الإسلامية مرة أخرى، لأن الآن هذه من أهم المعارك. إذا سقطت بيت المقدس، هذه المدينة العظيمة المقدسة على مدى الزمان وعند كل الأديان، هذه المدينة لها شأن عظيم، هي العاصمة الروحية كما يقولون للنصارى ولليهود وللمسلمين بعد مكة والمدينة، مدينة من أعظم المدن ومن أشرف المدن. للأسف فرط المسلمون فيها اليوم وضيعوها لحفنة من الذين غضب الله عليهم من أنجاس الأرض، من يهود أهل الذلة الذين غضب الله عليهم على مدى الزمان ومسخ منهم القردة والخنازير، الآن يسيطرون على بلاد المسلمين ويذلون المسلمين ويأخذون بيت المقدس الشريف. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نشتكي إليك ضعف حالنا ونسألك أن تمدنا بقوتك هذا الحول والقوة.